عاجل بدعم سعودي كبير. المجلس الرئاسي يصدر أول قرار جمهوري عاجل. تفاصيل عاجلة. للمزيد من الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. أصدر مجلس القيادة الرئاسي اليمني أول قرار جمهوري بعد ساعات من وصول عدد من أعضاء الحكومة الشرعية إلى العاصمة عدن بدعم كبير ومبارك من المملكة العربية السعودية. وأعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن الدكتور رشاد العليمي عن التوصل إلى قرار بتخفيض سعر مادة البنزين إلى 6400 لصفيحة سعة 20 لتر. وقال الرئيس العليمي إن القرار جاء بعد جلسة مباحثات مطولة مع مجلس الوزراء ومعين عبد الملك قبيل مغادرتهم إلى العاصمة عدن، وأشار إلى أن هذا سيكون أول العمل تقوم به الحكومة خلال الساعات المقبلة، مؤكدا على أن القرار حظي بدعم ومباركة الأشقاء في المملكة العربية السعودية. ويأتي هذا القرار بعد ساعات من وصول رئيسي الحكومة ومجلس النواب اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن قادمين من العاصمة السعودية الرياض رفقة عشرات المسؤولين اليمنيين. وقالت مصادر حكومية إن رئيس الحكومة معين عبد الملك وصل مساء أمس الأحد إلى مدينة عدن بعد ساعات من وصول رئيس مجلس النواب سلطان البركاني. وأفادت المصادر بأن أكثر من 150 شخصية سياسية أعضاء الحكومة ومجلس النواب وهيئة التشاور وصلوا إلى العاصمة عدن قادمين من السعودية لأداء عملهم منها بموجب المشاورات التي جرت في السعودية مؤخرا. وأشارت إلى أن مجلس القيادة الرئاسية الذي يقوده رشاد العليمي وتم تشكيله مؤخرا سيصل إلى العاصمة عدن في وقت لاحق.